الحمد لله. اليوم بغيت ندير معاكم طاجين بطاطا بالفيون داجي. نحتاجو 3 فصوص تاع ثوم، نقصهم كيما هكا ولا كاروات، ونحتاجو بطاطا. بطاطا ندرسها كيما هكا طويله، نديرو الزيت عباره على زوج مغارف ولا، ونديرو البطاطا تاعنا كيما هكا. ونجيبو نقلوها، اللي عندها طاجين كيما هاكا تجي الماكلة بزاف شابة. نقلو كيما هاكا دقيقة، نخلو الزيت شوية يحمى، نخلو الزيت شوية يحمى، ونديرو الملح بليتو. نديرو الحب الكحلة، الفلفل الكحل، هذا ما نديرو في البطاطا تاعي. نبلعو عليها تراها ونحضر معاكم البيوطاج. البيون داشي نحتاجو 2 فصوص تاع ثوم، ندير معاها 2 فصوص تاع ثوم، نحتاج معاها لاشابيغ باش اللحم تاعنا ما يقعدش يابس. كون تعرفوا فيون داشي شغل تيبس، بس مغرب تاع لاشابيغ لي هو الخبز اليابس، وشوية تاع الملح. نديرو شوية كمون، ونزيدو شوية تاع راس الحانوت، ونخلطو كيما هاكا. اللي عندها المعدنوس دير معدنوس، أنا اليوم معنديش معدنوس. نكورو الفيون داشي كيما هاكا على كرات، كل وحدة كيفاش تبغي، كرات تاعها صغار ولا كبار. كيما هاكا، بعد ما خليتها تقلات مليح كيما هاكا البطاطا تاعنا بهداك الثوم، ندير لاصوص طوماط تاعي مالكافروش كيما هاكا، نزيد نقليها.
نحط الفيوند اشي تاعي كيما هكا. ونزيدو هنايا نديرو كاس كيما هكا تاع ما يكون مغلي، ونشوفو عينا هي ميزانة. طيبنا البطاطا برك ما بيونضاش بالخط ما طيب. كيما هكا خوتاتي، ونرجع لكم بعد ان شاء الله. بعد ما طاجين تاعي طاب كيما راكم تشوفوا كيما هكا، يجي بزاف شباب، حوالي نص ساعه حتى 45 دقيقه. انا نقصت عليه الغاز بيطيب في غربو.